يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواضع الإجابة، فهل يرفع الداعي يديه عند دعائه بعد أدائه الراتبة القبلية؟ بعد النافلة لا بأس يرفع يديه، إنما بعد الفريضة لا، يدعو بدون رفع يدين. نعم. وكذلك سؤاله بعد الفريضة حفظك الله، هل يرفع اليدين؟ يقول إنما يرفع يديه بعد الفريضة. نعم.